عشان نعمل initial setting لسنترال باناسونيك TDE مفتاح الانيشال على وضع الانيشال وبنعمل ريستارت. ندوس ريستارت بيبدأ في قراية الكروت ويبتدي بالديفولت سيتنج. مجرد ما يبدأ الفليكر لازم ارجع بالسويتش على وضع النورمال وانتظر لحد ما تبقى اضاءة الليدات كلها جرين وستيبل، ودي بتاخد ثواني معدودة. بدأ يقرأ في معظم الكروت وشافها، باقي كروت بسيطة ابتدى يشوفها. هننتظر تمام المسألة بسماع صوت الريلي، ريلي اوكي، كده السنترال شغال اوكي. عشان ابتدي البي سي بروجرامينج بستخدم RJ45 كيبل، بدايته في السنترال وبعدين الطرف الثاني بيبقى في البي سي. نروح على البي سي ونشوف ازاي هنكونكت مع السنترال. ومن على البي سي اللي انا وصلت عليه كابل RJ45 بفتح بي بي اكس يونيفايد، اختار اوكي وبكتب انستولر كابيتال لتر اوكي، بختار كونكت وبختار نوع السنترال. انا عندي TDE 100 و200 وانا بكونكت باللان كيبل، وده الديفولت اي بي ادرس وده ديفولت باسورد، بختار كونكت. بيفتح السنترال على شاشة الكويك ستوب، اول شاشة وفيها الديت والتايم وفيها طلب الباسورد. انا بكرر نفس الباسورد دي تاني، ما بغيروش، 1 2 3 4، وبكرره 1 2 3 4. بطلب اوكي عشان يتنقل على الشاشة التانية اللي انا بحدد فيها ان سحب الخط الخارجي ب9 هيبقى اوتوماتيك الاوبريتور بزيرو، والارقام الداخلية بتبدأ من 101 و201. ولو هركب اي بي اكستنشنز او سيب اكستنشن او سيب سنترال اوفيس لاين بختارهم حسب الوضع اللي عندي على السنترال. الاوبريتور باي ديفولت 101 والمانجر اكستنشن برضو 101 اوكي، مفيش مشكلة. ودي الشاشة بتاعت التوزيع بتاع الخطوط الخارجية، ما بنعملش فيها تعديل. ودي لستة بالديفولت اي بي ادريس، انا بسيبها طبعا زي ما هي. وبعدين بيفتح شاشات البرنامج، انا عندي 11 شاشة مختلفة، 11 ايتم مختلف في البرنامج،